يا صباح الرضا. ما تيجي تشوف الميه اللي بتيجي وبتتقطع على كيفها دي من عينيا. يا حنون يا رب. هو انا شفان الريق ده ملوش اخر. اطلعهم عندها الذوق بقى. انا لو مطرحها واعرف انك ساكنه في العلالي ما اطلعش لحد فوق ولو على رقبتي. تحب نيجي اول الشهر ونقطع ميتنا عنك؟ على كل حال تجيب واحد. انا استغنى عن خدمتكم. اموري بس يا ست كريمه. وانت كمان اموري. احنا اللي عايزينه ان الميه ما تتقطعش عننا ابدا. ربنا ما يقطع لكم ميه. احنا نقدر ندعي الاماره. عموما انا هكلم السباك. السباك ده بنسمع عليه بقالنا شهر. اعمل لكم ايه بس؟ ما انتم مش راضيين توافقوني على عقلي وترتاحوا وتريحوني. نوافقك على ايه بس يا معلم؟ تسيبوا الشقه دي خالص وتنزلوا تحت في شقتي. تستولوا على الشقه وعفش الشقه وصاحب الشقه. قلتوا ايه؟ وحدوا. وحياه ابوك بلاش عفنانه على الصبح بقى. شقتي تشبح القلب. لا تنقطع عنها ميه ولا رزه ولا سمنه ولا كفه ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. قلتوا ايه؟ قلنا عايزين السباك يجي النهارده. واجب نجيب السباك. بس عاوز رضاك علينا يا حلو. انا نادي الباقي. السلام عليكم. عليكم السلام يا معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقفل الباب وراك. من عينيا. انا عاوز انبساطك وخدمتك. نخدمك في ستك ان شاء الله. ما توعى ولا تلحق ان شاء الله. انت زي بعض ما دام دايب صيفك. على راي المثل ما محبه الا بعد عداوه. نستاهل.